أولا سحب المعارضة الإيرانية السياسية والمسلحة من الحدود العراقية الإيرانية إلى الداخل في الوقت الحاضر، أنا أعتبرها خطوة إلى الأمام وخطوة بها من الحكمة لتهدئة الوضع المتوتر جدا في الشرق الأوسط بشكل عام وأيضا في سوريا بشكل خاص. نعم، هذه جدا مهمة وخطوة مرتبة هذه. ولكن قضية تهديد إيران المستمر أنا لا أعتقد، يعني عقائديا تهديد إيران تنتهي. إيران اليوم تريد تهيمن على حدود العراق ب 360 درجة، يعني هي أبسط ما يمكن اليوم تفكر أنه تدخل في الأراضي العراقية من 25 إلى 30 كيلو، من رغم وعورة المنطقة، من رغم المنطقة تحتاج إلى قوات مثل مقاتلة ولوجستية كبيرة بحجة تأمين أمنها القومي، وأنا أعتقد ما تحتاجه، ولكن مآربها مطامعها المستقبلية قد يكون لا نعرفها في الوقت الحاضر يعني، ولكن هي هذه دربت بهذا الخصوص من 2019 و18 قوات خاصة تدربت على أراضي الوعرة للمناطق الحدودية، نعم، وخاصة ضد المعارضة المسمى بحزب الحرية الموجودة، الحريات الموجودة الإيرانية. يعني ما معناته التهديد لم تنتهي، تهديد قائم، لأنه شوف في الشرق الأوسط أكو دولتين، تركيا دائما تحافظ على أمنها القومي وتحافظ على اقتصاده وما يخص السياحة، ولكن إيران دائما يعني تحب أن تتوسع أمنيا وتهيمن أكثر ما يمكن، وهذه ضمن يعني المادة 5 من الدستور الإيراني عقائديا، يعني تحب تصدر الثورة الإسلامية. يعني هسه اليمن شكوا بها، كلنا نعرفها شكوا بها، لبنان شكوا بها، سوريا شنل بها، جزر القمر شكوا بها، السودان شكوا، يعني الجزائريين ذاك اليوم اللي زاروا الأربعينية نزلوا في مطار في مطار جزاء في مطار في مطارهم بالعاصمة، مسكوهم، يا انتم منين جايين، ايش جايبين وياكم، ويا ليش؟ اكو تخوف، اكو نوع من التخوف، لانه اليوم احنا محتاجين الاستقرار، محتاجين وصلت الفكره الى الوضع اللي احنا به، ولكن حقيقه تصرفات ايران بالمنطقه ما تسمح دائما احنا في ازمه، هذه حقيقه، ولكن وضحت احنا الصورة. في ازمه احيانا نكون جزء من الازمه واحيانا يكون ازمه متكامله، واللي يديرها السياسه الايرانيه. وضحت